Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I'm Bob. And I'm Saz. So, مثل ما نكون شايفين عم نسوق نحن بالسيارة رايحين على مار شاربيل. نحن وراجعين من مار شاربيل من بعد الزيارة بدي اقطع على محل جيب غرض للصالون. وحضر لي سربرايز. صارين ما نعرف شو الغرض بس حاتركها بس لنوصل تنشوف الرياكشن. I'm so excited. Guys, don't forget to subscribe, like and comment. يلي مش عارف نحن استأجرنا بيت جديد بس yes. بعد ما نقلنا عليه لأنه مثل ما بتعرفوا البلد مسكر فما بعد ما جبنا أغراض. سو عم بيقول لي إنه جايب أغراض للبيت. Yes. I have no idea شو هي. I'm trying to guess but so far I don't know. Anyway, see you بعد شوي. Yes. ما حد صدقه بوب شو جاب لي وشو جاب لنا. بوب جاب لنا كات، جاب لنا بيسة للبيت لبيتنا الجديد بعد ما شفته او ما شفته. يحيى هون بالبوكس تبعها. كنا مستعجلين لنوصل على البيت لانه كانت كتير عم تبكي. هلا راقت شوي. بوب نزل ليجيب لها رمل واكل. من الاخر I'm so nervous وناطرة اوصل على البيت لقفلتها لان انا ما بحب تو هيك to put a cat or a dog be cage. So هيك I'm nervous, I'm excited, I'm shocked. عأساس رايح يجيب شي غرض للبيت للصالون بالاخر طلع we have a small creature behind. Anyway ما بدي كتير احكي، كتير عم ببلع بريقي هيك I'm nervous. وهلا منشوف بس نفلتها شو حتعمل. او ماي جاد بس بدي اشوفها بعد ما شفتها. اوكي يلا سي يو جايز. وصلنا على البيت. سارين بعد ما شفتها لابسيني هي هون هيدا البيت. انا شفته، انا طلعت على البيت وجبتها. سارين كان بالسياره. انا حضرت لها المحل. يس حطيت لها الاكل الماي البيت هير تويز ذن هير Like أنا أنا كملت تاتوز وهيك حسيت إنه كات it's more clean for a house وما بتعوّل وكذا وما بدك تنزلها كل شوي على الطريق وبتنظف حالها على تولز و... ما بحس حتطلع. بحس حتركض هلا من المدرة فايتة بالإزازة ولا لا؟ لا من فوق بفتكر البلاستيكات ولا لا؟ I think so. Oh my god. لا 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 الثاني مايل من فوق. اوبس لا زيد. اوعى تهبشك، اوعى تلزق عليك. شيز جراي. يس كان بدي اسميك، كنت عم فكر سميها جراي اصلا. او ماي جاد صار عندك كلاب. بس هلا انا خايف. صار عندك كيتي. لا عم طلع هيك هيك. يا فوا الشريس النوع الشريس مش هيدي. ما بدي هيك تكون. ليك عم طلع. She's like. طب بدي افرجيها. Evil evil I swear. طب لك احمليها. لأنه بعد أكيد هني كمان بعد ما شافوهم
ما عم تبين. جايد هوز باي ذا واي، اللي عم بيسأل قبل ما نكفي، اللي عم بيسأل انه اذا جايبينها ادوبشن او شارينا، جبناها ادوبشن. انا يس صارين كثير مع ناخذ شيء ادوبشن. ادوبشن اكثر من انه نشتري وما بعرف شو. سو جبناها عمرها 3 شهور ونص. انا وصارين كنا حابين كثير نجيب صينه تكون لايك 45 like days maximum يعني. 1 month. 45 days تكون اكل مزبوط. بس انه I'm sorry anyway, but I'm so happy. There's a news. في عم تخيل في صار معنا شخص ثالث بالبيت. Say hello to our new family member. Oh my god. مبينة؟ فارة؟ فارة مبينة مثل الفارة. Say so this is our new cat. There's a surprise. She's so scared and she's so tiny. يلا come. Guys, صارين حطت لها أكل وحلمست لها شوي وهلا عم بدها تجرب تحملها. إن شاء الله ما تأذيك. انتبه عن جد. لك إجريها لك إجريها لك إجريها. شوي شوي يا باب. Oh my god. هيك ازرقها، هيك هيك ازرقها فتحة. انتبه يا مرمان، شو طيبة نوي؟ قلت لك طيبة نوي. شو كيوت. That's not good. تركي على راحة قلبنا نشوفه بدها تروح. Guys, as long as the cat هيك عم تمشي موتي حالة, she's scared. She's not feeling safe. ايه بدها وقت لتتعود. ربطنا البيت 100 مرة فحنتركها شوي هيك بس. She's so cute but she's so tiny so خايفة كتير. ما عم تعرف وين عم يدخ عصارين. يس لأنا خايفة ومش عارفة وين بدها تتخبى فتركناها ما حفينا نصورها. We're gonna leave her for today لأنه already جايين مشوار بعيد من مارشربي وكذا وهي بتكون تعبانة. So guys help us. شفتوها actually she's gray. فساعدونا بالكومنت, ساعدونا بالكومنت شو رأيكم شو بنسميها. يس هو كان عم بيقول نسميها جراي, انا كنت عم بقول نسميها سوكس لانه هير باوز من تحت بيض شوي. كل الاربع اجرين طبعا ابيض. سو انتو شو رايكم جراي سوكس اور اني اذر؟ كلسات ولا جراي؟ نوت كلسات, سوكس. سو اعطونا رايكم. يس وما تنسوا سبسكرايب لايك اند كومنت هير نيم. ساعدونا واكيد مرت الجاي بنصورها بتكون تعودت شوي على البيت وهيك علينا شوي كمان. Thank you.
انا شو هابي عم تلعب، بس اكثر حدا مو مبسوط. He's so happy. عن جد انا ام هابي فور هيم. جايز انا ما كنت بحب لبس عينيات، بس صريح حببت من جرب بيتين. عم تلعب صريح حببت لبس عينيات. قلت لها ان شاء الله تطلع جراي، سميناها جراي ان شاء الله تطلع جراي هنوز مش نسر. انا ما بحب لبس عينيات من ورا هذا الموضوع. So say once again, welcome to our new family member. سميناها على لون، she's grey, she's full grey, she's British. Yes, she's half British, half something which we don't know. لأن أمها she's full black, شعرها طاليز. Anyway, she's so sweet, she's so cuddly. ما بتزعل من بنت ولا أبو. بتضلها تلعب وبتضلها تعمل هيك. Yes, I'm loving her. مهضومة كثير منيح. ولا شايفين ولا تلعب. ما قدرنا نصور بالفترينار لانه ما خلونا نفوت، بس هلا بعدنا جايين نعمل لها الباكس. ليك فوق انت ليش عارف؟ لا 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 هون تعالي هذي التجربة اشوف كيف بصير يعني بعد ما مش كثير يعني لا لا وهيدي دفترها الجديد عملنا لها دفتر. اوكي ومثل ما بتعرفوا يس بيحطوا ايمتى عملت مقسم وهون الانفورميشن تبعها. واليوم كمان اخذت الدواء تبع الدود وعد ذا اذر هاف فانا ما تسحب بعدين. يلا قولي باي باي. مثل ما شفتوا this is our new baby. Nice. And ساعدونا تحت بالكومنت شو بدنا نسميها، جراي ولا ساكس؟ اوكي؟ And مثل العادة don't forget to subscribe, comment, like, share. We love you so much guys. Thank you for watching. Until the next one. See ya. Peace. في هون فيديو ثاني إذا ما حضرته أو راح عليك. And this is the subscribe button. So go and subscribe. We love you guys. You.